البصل قد تحتاج من الكهرباء كم ميجاوات، خلينا نقول بذروة الصيف. احنا العام الماضي صراحة اكو كان تحقيق، يعني حققنا على مستوى الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب، حققنا بحدود 9000 ميجا واط. كانت حصة البصرة كإنتاج حدود 6600 ميجا واط، وهو أكثر طبعا كإنتاج أكثر من استهلاك المحافظة. فيعني عادة الطاقة المتاحة موجودة محافظة البصرة هي أكثر من الاستهلاك اللي خاص محافظة البصرة، وتدري بس احنا انه محطاتنا هي مرتبطة بالشبكة الكهربائية، فبالتالي انه ممكن استفادة من الطاقة المنتجة هنا من البصرة خصوصا ولا من الجنوب بصورة عامة لكل المحافظات الأخرى. يعني